وصلنا للألف مشترك يا جماعة. بعد 7 أشهر تصوير، 7 أشهر editing، 7 أشهر سهر العيالة، وأخيرا حققت أول شيء بتمنى أنه أوصل له واللي هو الألف مشترك. الشغلة قبل ما تبلشوا فيها بتبين أنه بس هي فكرة وصعبة ومستحيلة، بس ترجعوا بتبلشوا شغل وبتصيروا تتقدموا وشوي شوي الحلم بتحسوا عم بيصير حقيقة، آخر شيء بيصير عن جد حقيقة. 7 أشهر 90 فيديوز نازل على الشانل، سو فيكم تتخيلوا التعب اللي كنت عم بتعبه. بدي اتشكر الألف و15 شخص اللي حاليا موجودين على التشانل عندي، يعني انا لو ما منكم ما كنت وصلت للي انا هلا وصلت له. عن جد ما بتصدقوا قد هذا الشيء مفرحني، وان شاء الله كمان يكون مفرحكم الكم. في فيديو قبل كنت وعدتكم فيه لما اوصل 1000 مشترك رح شيل شعري ودقني، ووقتها ماريو قال لي لا بدك تشيل كل شيء شعرات بجريك وايدك. شو بدك بجري وايدك؟ كله خيلة تطلع حرزان. وأكيد رح كون عم بوفي بوعدي. آخر شي رح نشيله هو شعري ودقني، وصراحة أنا هاي أول مرة بتكون بشيل شعري على الصفر، يعني ولا شعرة بيكون فيه، ورح كون عم شيل بطني وظهري بالسير، يعني الخبرية فيها وجع. ومرسي كتير كبير لكل شخص كتب تعليقات حلوة بالكومنتس، لأنه هيدا الشي بيكون مثل المحفز كرمال الواحد يضل مكمل بالشي اللي هو عم يعمله. سو عن جد مرسي لكم كلكم. يلا نبلش. هلا حسب ما عرفت انه يمكن هالشعر لانه كتير قصار ما يكونوا بينشالوا، فما بعرف اذا ما انشالوا بدي اضطر اشيل مطرحتين. هلا بتشوف بركي ايدي او جري. اخ الي لا طيب جايز، انا كان مفروض اعمل هذا التشالنج على 10,000 او على 100,000 مش على 1000 سبسكرايبرز. بدي موت الليل يا جماعة. نفس المطرح. العذاب. حطيت ايده بالغلط على الورقة اللي عم بعملها لها السير.
بعد حاعمل تحت باطي لانه الوجع كثير 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 قوي. سو مش حاعمل ايدي وجري لانه يعني وجع ما بعرف يعني هذا ما كان في كثير شعر يعني هون وعجري انسوا يعني اخر مره بعمل هيك شيء. لا 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 لك لا اذا وجعهم اخف من البطن والصدر. طب هذا ما بيستاهل عن جد هذا فيديو المليون لازم ينعمل مش فيديو الالف. يا جماعة اللي بحياته منه عامل سير ما بنصحه ولا 1% انه يعملها. حتى ما بعرف اذا بينكم بس جلده مثل قب شوي ما بعتقد رح يبين. anyway انا هلا كمان حكيت اميليو ابن عمته كرمال يجي ويساعدنا كرمال شيل شعره ودقنه. يلا صباح الخير. بس قبل بدي اصور فيديو على التيك توك بركب جيب لنا سبسكرايبرز. كل شكل خليني فرجيكم قبل. شو رأيكم؟ يلا خلونا نشيل بعد دقنا. كيف اللوك الجديد؟ رح خلي بس السكسوكة. يلا على ثلاثة برجع لكم. 1 2 شو رأيكم؟ صراحة ما كنت عارف انه في عندي هالقد شمت براسي بعد مش معود على حالي. شعور غريب صراحة. قررت خلي هيك شوي هالسكسوكة هيك على الخفيف حسيتها انه تقطع يعني هيك. واكتبوا لنا رأيكم باللوك الجديد وانا رح ودعكم من هون. يعني مش عارف اذا على الالف عملت هيك وشلت ايدي وبطني. anyway ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اعملوا له شير وانا رح ودعكم من هون وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزل تعمل لايك وسبسكرايب. باي.